إن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء الثابتة ولا يلتفت إلى محتثات العوام وغيرهم وجهالاتهم وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، انتهى كلام الفضيل بن عياض رحمه الله